نتحدث الآن عن التطبيق الثالث من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس 2007، برنامج العروض التقديمية مايكروسوفت باوربوينت. هذا البرنامج نستخدمه مشان نعمل عرض لمادة معينة، تعليمية كانت أم دعائية، على مجموعة من الأشخاص كإلقاء المحاضرات وعرض الندوات والمؤتمرات بشكل جيد ومناسب. كيفية تشغيل هذا البرنامج اللي هو مايكروسوفت باوربوينت 2007؟ كيف نشغل هذا البرنامج؟ كالعادة على قائمة الستارت أول بروغرامز مايكروسوفت أوفيس، مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2007. شغلنا هاي البرنامج الآن، اشتغل هيك هذا الشكل أو الانترفيو أو الانترفيس تبع البرنامج. كالعادة في عنا هون التايتل بار اللي بيكون فيه اسم الملف، هذا اسمه Presentation 1 مثلا، وهاي اللي بتعمل مينيمايز للشاشة، بتكبر وبتصغر شاشة وإغلاق الشاشة كالعادة. برامج مايكروسوفت تشترك في بعض التفاصيل في الويندو، يعني زي الإكسل وزي الباوربوينت زي الوورد زي الباوربوينت. هذا اسمه التايتل بار، بيكون فيه اسم الملف زي ما حكينا، والمينيمايز والتكبير والتصغير وعملية الإغلاق. في عنا كمان شريط القوائم، المنيو بار اللي فيه هذا الهوم انسيرت ديزاين انيميشن، هذا بنسميه المنيو بار او شريط القوائم. بعدين في عنا الادوات تولز بار او شريط الادوات، موجود هذا هون، هذا هون بنسميه شريط الادوات، مثلا ديزاين هي ادواتها، انيميشن هي ادواتها، هوم هي ادواتها، فهون بنسميه شريط الادوات. هاي المنطقه بنسميها حيز العمل، هاي اسمها حيز العمل، مكان ما بنشتغل. وهذا المكان هون للنوتس للملاحظات، رح نجي بعدين في وقته. اذا في عنا الانترفيس تبع الباوربوينت، صفحة الباوربوينت، الويندو تبع الباوربوينت، الويندو نحكي عن تايتل بار، نحكي عن اسم، مينيمايز تصغير تكبير، نحكي عن اغلاق كالعادة، نحكي عن المينيو بار شريط القوائم هذا هون، وبنحكي عن التولز بار شريط الادوات، لكل واحد منهم في له ادوات. هون نحكي عن حيز عمل مكان الشغل تبعنا، هون بنحكي عن النوتس، وهنا بنحكي عن الشرائح. طبعا ملف الباوربوينت بتكون من مجموعة سلايدز، كل باوربوينت ملف، ملف الباوربوينت بتكون مجموعة شرائح، زي ما كان ملف الاكسل من مجموعة شيتس، ملف الباوربوينت بنحكي عن مجموعة سلايدات او مجموعة شرائح. هلا في عنا هاي شريحة موجودة هون، ممكن نعمل اكثر من شريحه، نضيف شريحتين ثلاث اربع، راح نجي كمان شوي نتعرف كيف ننشا الشرائح بشكل عام. لكن هسه حاليا بدنا نعرف انه هاي صفحه الباوربوينت وكيف شغلنا. هلا بدنا نحكي عن الامور العامه بموضوع المايكروسوفت، كيف ننشا الملف وكيف نخزنه وكيف نغلقه وكيف نعيد فتحه كمان مره. كالعاده من القائمه هاي، قائمه ويندوز الاوفيس، من هون بدنا ننشا ملف جديد، في عندنا نيو بلانك برزنتيشن، نعمل كرييت، انشأنا ملف جديد اسمه برزنتيشن 2. كيف نخزن هذا الملف؟ نعمل فايل سيف از باوربوينت برزنتيشن، هذا اللي بدنا اياه نشتغل عليه قاعدين، نعطيه اسم وبنخزنه على الديسكتوب مثلا، بنسميه برزنتيشن او بنسميه ماي نيم، سميه باسمك مثلا، وين خزنناه؟ على سطح المكتب، وبنعمل سيف. هاي الملف صار اسمه ماي نيم اللي خزناه هسه الان، وهي موجود صار وين؟ على الديسكتوب، موجود هون. كيف نغلق؟ ما في عندنا مشكله، بنفتح قائمه مايكروسوفت هاي الاوفيس، بنعمل كلوز، نغلق الملف وظل البرنامج شغال. احنا عملنا كلوز للملف، اغلاق الملف فقط، ما شغلنا، ما سكرنا البرنامج، سكرنا فقط الملف. كيف نعمل له ري اوبن ونفتحه مره ثانيه؟ بنفس العمليه من هون قائمه مايكروسوفت اوفيس، اوبن على الديسكتوب، هذا شو اسمه؟ قلنا ماي نيم، هاي ماي نيم، وهاي اوبن، وفتحنا الملف. الان اللي حكيناه كله ما زال عام، انترودكشن في موضوع الباوربوينت، كيف شفنا كيف الملف، تعاملنا مع الانترفيس تبعه، مع صفحه التطبيق يعني، وحكينا كيف نعمل سيف وسيف از واوبن الى اخره. هذا كله بتكرر معنا بكل برامج المايكروسوفت اوفيس، نفس الطريقه، كيف نفتح ملف نخزنه ونعمله اوبن مره ثانيه، هذا بتكرر معنا في كل برامج المايكروسوفت. الان بدنا نحكي عن
تمرين بسيط نتعامل معه كلياتنا. راح اعطيك التمرين هسه الان وتطبقه انت خلال دقيقتين ثلاث، نرجع من نطبقه كمان احنا كمان شوي. نعمل مينيمايز لهي الشاشة ونرفع التمرين. هذا التمرين معك الان، معك دقيقتين، طبق هذا التمرين على جهازك ونعود بنكمل الحل بس انت تخلص تطبيق لهذا التمرين. الآن مع بعض نحل التمرين. التمرين كان بحكي السؤال الأول منه افتح برمجية المايكروسوفت باوربوينت 2007. اوكي بنروح على ستارت زي ما حكينا، اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس باوربوينت 2007. هاي فتحنا البرمجية. قم بإنشاء ملف فارغ جديد وقم بتخزينه على سطح المكتب. طبعا مجرد انت ما شغلت البرمجية شغل لك الملف اسمه برزنتيشن 1. مجرد ما فتحنا البرنامج هو الجهاز لحاله اعطاك ملف اسمه برزنتيشن 1، بنخزنه على سطح المكتب. فايل سيف از باوربوينت برزنتيشن، نفس الاسم على الديسكتوب، بنحكي له سيف. انشأنا الملف الفارغ وخزناه على سطح المكتب ما في مشكلة. هسه بقول لك اعد تسمية المستند، هذا اللي عملناه الان باوربوينت 1 يصبح اسمه press.ppt ثم قم باغلاقه. هسه الخطوة هاي الثالثة بنعمل له سيف از جديد باسم جديد لانه بقول اعد تسمية، بنخزنه كمان مرة اسم جديد اللي هو بده اياه السؤال يكون اسمه press.pptx. هنا اللي بعد الدوت هذا طيب انت لك بالاسم بس لعسار الدوت هسه presentation.pptx احنا بنحكي عن الاسم اللي هو على يسار النقطة بالاسم. نيجي هنا نعمل له سيف از مره ثانيه عشان نغير اسمه باوربوينت برزنتيشن، بده ايش اسمه السؤال كان بريس بس. وين قال لي خزنه؟ سطح المكتب كمان مره ما في مشكله، سطح المكتب كمان مره. هاي بريس صار اسمه ونوعه باوربوينت برزنتيشن كالعاده، وبنعمل سيف الآن سميناه بريس صار اسمه هياته. ثم قم بإغلاقه. من هون زي ما قلنا بنعمل كلوز، أغلقنا هذا الملف. هس أعد فتح الملف من خلال الأمر أوبن. أوكي بنروح على المايكروسوفت أوفيس هاي أوبن، خزناه وين؟ سطح المكتب اللي هو ديسكتوب، سطح المكتب بندور عليه بريس هياته، نعمل له أوبن. اخر سؤال سكر البرمجية كاملة. ليه بنسكر البرمجية كاملة؟ من هون مش البرنامج بس، بنسكر كل البرمجية، نعمل اغلاق مش بس الملف كل البرمجية
نغلقها من الاكس الاحمر هذا. هيك اغلقنا البرمجية كامل، هيك بكون انتهى معنا الدرس الاول في موضوع المايكروسوفت باوربوينت 2020.